السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الأولاني، إن شاء الله هنبدأ مع بعض الدرس الثالث والرابع، صفحة رقم 2525 اللي هو الدرس الثالث والرابع. هنبدأ بالكلمات الأول. number one مغامرة adventure. طبعا الصندرة اللي هي بتكون مكان في المنزل كده، بيكون في أرية المنزل ده بنسميه attic. بنسميه إيه؟ attic. العنزة أو اللي احنا بنقولها بالعامية كده المعزة اللي هي goat. جبل mountain. ناخد بالي من نطق الكلمة دي mountain. طب ممكن نجيب منها صفة تبقى mountainous، يبقى جبلي mountainous. يتيم orphan. يتيم يعني ايه؟ orphan. خروف أو أغنام sheep، اسمها ايه؟ sheep. بعد كده عندي في الاديشنال فوكابلري عندي airport، repeat after me، airport اللي هو المطار، beach اللي هو الشاطئ، bread اللي هو الخبز، مدينة city، مصر Egypt. كام المدة؟ طبعا ده سؤال how long. هنحل مع بعض دلوقتي ده. the is my favorite farm animal. طبعا مفيش غيرها، طبعا farm animal يعني حيوانات المزرعة. اللاين طبعا عمره ما يكون من حيوانات المزرعة، فعشان كده هنقوله هنا the goat هي الإجابة الصحيحة. يبقى ده هيبقى number one، the goat is my favorite farm animal. number two، this is very high. طبعا هنقوله هنا this mountain مش line، تبقى this mountain is very high. تمام. نقلب بعد كده على ناخد مع بعض language expressions. number one عندي كلمة catch a plane، فplane لما عايز اقول يلحق الطائرة او يلحق بالطائرة اللي هي catch a plane. يبقى الكولوكيشن اللي عندي الفيرب catch بيجي معاه النوم plane، يبقى اسمها catch a plane. come home اللي هو يأتي الى البيت، make a video call يعني يجري مكالمة فيديو. بعد كده عندي see birds اللي هو يرى الطيور، see birds يمشي في الجبال، walk in the mountains يبقى walk in the mountains يعني يمشي في الايه؟ في الجبال. work hard يعني يعمل بجد، يعمل بايه؟ بجد. work hard. بعد كده عندي بعيد عن preposition بقى حروف الجر، away بتاخد حرف الجر from، طب نقول away from بعيد عن، at the top of يكمل بتاخد حرف الجر at، بالأتوبيس باي باص تبقى حرف الجر ايه؟ باي. يتواصل مع communicate with، يبقى مع دي اللي هي with. good at يعني جيد فيه، in bed يعني في السرير، live with يعيش مع حرف الجر with، على الهاتف on the phone، on the phone يتكلم talk to، يتكلم يعني talk to يفكر في think of، يفكر في أمر think a think of. كده خلصنا صفحة رقم 25، ننقل على صفحة رقم 26. اوكي طيب، هنبدأ بالجزء الأول. عندي catch code code، دي تصريفات الأفعال غير المنتظمة. catch code code، drink drank drunk، feel felt felt. طبعا عندي كمان know يعني يعرف، know والتصريف الثالث known، take والتصريف الثاني took والتصريف الثالث taken. نقولهم تاني catch code code، drink drank drunk، feel felt felt، know knew known، تيك توك تيكن. طيب اوكي، عندي بعد كده الوردز والاوبوزيتس، الكلمة وعكسها. زي مثلا كلمة beautiful جميل، عكسها طبعا ugly يعني شيء قبيح حاجة وحشة. old يعني حاجة كبير، ممكن كبير في السن او حاجة قديمة يعني. طبعا عكسها young يبقى كبير صغير، big يعني كبير الحجم، عكسها ايه؟ صغير الحجم اللي هو small. بعد كده easy اللي هو سهل، عكسها difficult اللي هو ايه؟ صعب. تعال نحل برضو ده مع بعض كده. number one هنا بيقول لي
Sally is good playing chess. طبعا good بتاخد حرف الجر at، يبقى Sally is good at playing chess. Number two. We can video calls using the tablet. طبعا هنا هتاخد الفعل make، تبقى we can make video calls. يعني لو لاحظنا حتى هنا لو بصينا كده هي make video calls. اوكي اهيت make a video call. تمام. طيب نقلب تاني، يبقى احنا قلنا هنا زي ما قلنا make video calls. When does your father home from work؟ يبقى when does your father تبقى come home. When does your father come in come home؟ طبعا فين إجابة like زي دي؟ هوريها لكم اهوت هنا زي ما قلت لكم قبل كده. ادي الجملة بتاعت make اهيت، راحت فين اهيت؟ make video calls و come in و come home. الموضوع سهل أوي يعني مش صعب. طيب نيجي دلوقتي للانجويج نوتس. طبعا هنا عندي حاجه بسيطه قوي في اللانجويج نوتس. نمبر 1 بيقول لي تيك، تيك بيجي بعديها مده زمنيه تو الفعل في المصدر. يعني لما اجي اقول لك مثلا انا خدت ساعتين في عمل الواجب او خدت ساعه في الواجب مثلا، يبقى I took 1 hour to do my homework. او ممكن نقول مثلا I took 3 hours to travel to مثلا to travel to Alexandria. يبقى انا خدت 3 ساعات في السفر لاسكندريه. يبقى I took 3 hours او I took 2 hours to do my homework. معنى يستغرق وقت. help يساعد، بيجي بعديها الفعل في المصدر او to الفعل في الايه في المصدر. يعني لما اقول لك the internet، the internet can help you communicate with your friends. تاني the internet can help you communicate with your friends. يبقى هنا communicate بمعنى يتواصل مع، يبقى help بيجيب ممكن help بيجي بعديها المفعول وبعد كده الفعل في المصدر. help you ايه بقى الفعل المين فيرب اللي هو communicate. اوكي طيب يبقى قلنا، طب المثال التاني I helped my mother to make lunch yesterday. يبقى اذا هنقدر نقوله ان help يجي بعدها المفعول والمصدر على طول. help you communicate، help you do، او ممكن تستخدم to الفعل في المصدر عادي. I helped my mother to make lunch yesterday. يبقى help مفعول to الفعل في الايه في المصدر. هنا ممكن اقول لك مثلا لو قلت for example new technology can help you مثلا can help you do your homework easily. التكنولوجيا الحديثة بتساعدك انك تعمل الهومورك بتاعك بسهولة. تمام يبقى اذا help مفعول والمصدر او help مفعول to الفعل في المصدر. يبقى اذا to هنا optional ممكن استخدمها زي ما قلنا. ممكن اقول can help you communicate على طول او help you to make مفيش مشكلة. يبقى help هنقولها كده اهو help plus object اللي هو مفعول، يعني قلنا object يعني مفعول اللي هو هنا you وهنا lunch وهنا اللي هو طبعا my mother. يبقى help مفعول زائد يا اما المصدر أو to plus المصدر اللي هو to الفعل في الإيه في المصدر. يبقى help مفعول مصدر أو help مفعول to الفعل في المصدر. would like to اللي هو يود أو يريد أن، اسمها would like to، اسمها إيه would like to.
For example طبعا to بيجي بعد الفعل في المصدر would like to الفعل في الايه في المصدر. يعني مثلا I would like to see my grandparents every day. فطبعا هنا would like to جاء بعديها الفعل في المصدر، فانت تقدر تقول I'd like مثلا I'd like to visit Cairo next month. انا عايز ازور القاهرة الاسبوع القادم. I'd like to see you tomorrow. انا عايز اشوفك بكرة. يبقى بتستخدم would like to والفعل في المصدر. طبعا would ممكن نختصرها بالابوستروفي دي كده فنقول would like to، ان هم ان بيجي بعدها المصدر على طول. زي مثلا لما اجي اقول لك I'd like to have مثلا بيتزا، يبقى انا حابب ان اكل بيتزا، يبقى would like to والفعل في المصدر. I'd like to go، I'd like to walk، I'd like to eat، I'd like to drink. meet eat right اي فعل من الافعال دي طبعا هنا يكون مناسب، مفيش مشكله. المهم ان انا بعد تو بيجي الفعل في الايه في المصدر. تعال نشوف مع بعض بقى نحل مع بعض الكام جمله دولت. choose the correct answer from a b c or d. number 1 how long does it take to school. يبقى how long does it take طبعا هتبقى to go لان هي take. How long does it take to go to school؟ طبعا goes ما تنفعش. وهنا how long does it take go؟ لا طبعا to going ما تنفعش، فهي الإجابة الوحيدة هتبقى to go. How long does it take to go to school؟ number 2 طبعا I'd like احنا عارفين would like بيجي بعدها to الفعل في المصدر، يبقى I'd like to travel. هي دي I'd like to travel. number 3 the questions were very difficult. الأسئلة صعبة قوي. the opposite of difficult عكس difficult is، يبقى طبعا easy عكس difficult easy. يبقى the opposite of difficult is a is easy. تمام ننقل دلوقتي على بيج، احنا كده انتهينا من 26 ننقل على بيج number 27 صفحة رقم 27 27 جيب لي برضو هنا vocabulary builder بعض الكلمات كده. number 1 عندي goats. goats goats معناها animals that are like sheep. يبقى goats animals that are like a like sheep. goats اللي هي الماعز. orphan اللي هو اليتيم. a child with no mother or father الولد اللي هو بيكون طبعا فقد احد والده او والدته او الاثنين. attic a room at the top of a house بتكون اوضه كده فوق المنزل، طبعا بتبقى زي صندره كده بنحط فيها المتعلقات بتاعتنا دي بنسميها attic. city مدينه. a place with lots of houses ده مكان في بيوت كتيرة. lots of houses and a and shops. يبقى city it's a place with lots of houses and shops. يبقى هو مكان في بيوت ومحلات كتيرة ايه جدا. طيب نيجي دلوقتي words and synonyms. okay number 1 beautiful جميل big. طبعا beautiful equals to cute اللي هو جميل برضو. big equals to large اللي هو كبير الحجم. un بتدي عكس الكلمة فده اسمه prefix. يعني ايه prefix؟ يعني بادئة، يعني مجموعة من الحروف بحطها قبل الكلمة تغير لي المعنى بتاعها. احيانا بالعكس، يعني مثلا happy لو قلت unhappy يبقى غير سعيد، حولت الكلمة للعكس. important مهم فحطيت un يبقى unimportant غير مهم، فكده برضو حولت معنى الكلمة. يبقى البريفيكس هي بادئة يعني مجموعة من الحروف بحطها في بداية الكلمة فتجيب العكس بتاعها، زي important unimportant beautiful زي مثلا happy unhappy وهكذا. عندي هنا بقى countries and cities. كايرو طبعا مدينة القاهرة. ك
كيب تاون، مدينة كيب تاون دي في جنوب أفريقيا، ساوث أفريقيا جنوب أفريقيا، لندن لمدينة لندن، إنجلند إنجلترا، عندي موروكو اللي هي المغرب، عمان، باريس اللي هي باريس، فرانس اللي هي فرنسا، سويسرلاند اللي هي سويسرا. طبعا اسمها سويسرلاند، اسمها ايه؟ سويسرلاند سويسرا. away معناها بعيدا، بتساوي away معناها بعيد، بتساوي كلمة away طريق أو طريقة. away بway معنى طريق أو طريقة، إنما away بمعنى بعيد. sheep يعني خروف، إنما دي اسمها ship يعني سفينة. طبعا في فرق في الرايتنج، في فرق كمان في الايه في النطق. يبقى away away، انما دي away اللي هو طريق او طريق، انما دي away بعيدا. sheep يعني خروف، انما ship يعني ايه سفينه. طيب ننقل دلوقتي البيت نمبر 28. طيب طيب دلوقتي في صفحة رقم 28 28 هناخد الجزء بقى الخاص بالليسننج، نقراه مع بعض. Listen to Sammy and Aya which three countries do you hear in the conversations. هنشوف ايه الدول اللي احنا هنسمعها في المحادثة دي. اوكي ركزوا معايا ونحاول نعملها listening برضو at the end. هديكم كده دقيقة تقول لي ايه هي الدول اللي احنا ذكرناها في الconversation. طبعا مش لازم نركز في الكتابة، ممكن تركزوا معايا في اللي انا هقوله، بس في يعني اعملها listening، لكن انا الشريط يعني اللي هقول الكلام وانت هتسمع وتقول ايه الدول اللي تم ذكرها في الايه في listening ده. تمام، وانا قدامك التكست على الشاشة اهو، تقدر تبقى ترجع له في اي وقت مفيش مشكلة. طيب طبعا this is a conversation، دي محادثة ما بين ولد اسمه سامي وبنت اسمها آية هيتكلمون. تعال نشوفه مع بعض. سامي اللي هيبدأ. اوكي be ready. اوكي let's start. My family lives in Cairo but my dad works in Paris, France. He goes to the airport on Sundays and he catches a plane to Paris. It takes 5 hours to fly there and then he catches a plane home to Egypt on Thursday evening. He works very hard. On Saturdays we play football in the park and we play chess. I love my dad and I'm happy when he's at home. طبعا how many countries have I mentioned in this passage or how many countries has Sami mentioned in his speaking. يبقى في كم دولة سامي أشار ليها في الـ listening هنا. طبعا أنا عندي two countries اللي هي France and Egypt. يبقى فرنسا و Egypt و two cities اللي هي Cairo and Paris. okay نيجي second conversation، second محادثة اللي هي آية بقى راح تتكلم دلوقتي. My grandmother and grandfather live in South Africa. They live next to the beach in Cape Town. They have a beautiful house. We go and visit them but it's a long way. It takes 12 hours to fly there. I talk to them on the phone but they don't have a computer so we can't make a video call. I'd like to see them every day but I can't. طبعا and how many countries here have Aya or has Aya mentioned. طبعا to عندي she has mentioned South Africa. يبقى زي ما قلنا هنا South Africa، هي ذكرت هنا جنوب ايه جنوب افريقيا اللي هي South Africa. طبعا المدينة العاصمة اللي اسمها Cape Town، اسمها ايه Cape Town. طيب يبقى بنقولها او ممكن نقولها Cape Town. اوكي
يبقى ساوث افريكا، وعندي كاب تاون. اوكي طيب، في عندي another listening here. في الكويشن هنا where do I grandparents live؟ عايزين نشوفهم. Where do Aya's grandparents live؟ عايزين يشوفوا أجداد آية، جدها وجدتها عايشين فين. يلا اسمعوا وبعدين يجاوب السؤال. طيب دلوقتي احنا هننقل على التكست اللي بعديها. طيب هنا بيقول I am Hassan. My family live in Alexandria, but my dad doesn't work in Egypt. He works in London. He goes to the airport on Sunday evenings and he catches a plane to England. He comes home on Thursday evenings. On Saturday, I don't go to school and my father doesn't work. We play chess or we go to the park. On Sunday mornings, we go swimming. My brother is 3 and he doesn't swim. He watches us. يبقى طبعا هو ايه؟ بيشاهد يعني. اوكي؟ طيب. ممكن انا اعمل لكم سؤال هنا بقى. In this passage. Where does his family live؟ أسرته عايشة فين؟ اللي هو بتكلم عن حسن طبعا. يبقى هنقولهم they live in Alexandria. يبقى هم عايشين فين؟ في الإسكندرية. Where does Hassan's father work؟ بابا حسن شغال فين؟ طبعا الإجابة he works in London. He works in what؟ London. طيب another question. What does Hassan do on Sunday mornings؟ بيعمل ايه في صباح ايام الاحد؟ طبعا he goes swimming. بيذهب للايه؟ للسباحة. طيب هنرجع عايز نجاوب سؤال في القطعة السابقة كده، كان في سؤال احنا ما جاوبناهوش اللي هو where do Aya's grandparents live؟ عايزين نعرف جد وجدة اي عايشين فين؟ يبقى طبعا they live in South Africa، عايشين في جنوب ايه؟ أفريقيا. تمام. برضو كان في سؤال في القطعة الأولى دي عايزين يجاوب عليه. السؤال كان which three countries do you hear in the conversation؟ وعايز كمان يقول لي name two countries in Europe and in Africa، عايزين دولتين في أوروب. طبعا two countries in Europe اللي هي France، طبعا دي دولة في أوروبا، وممكن نقوله إنجلند طبعا. طيب two in Africa زي ما قلنا South Africa and Egypt. طيب تعالوا بقى ناخد في بيج كده صفحة 28 خلصت، هنيجي على بيج نمبر 29 ودي آخر صفحة إن شاء الله في درسنا النهاردة اللي هي 29. بيقول لي واتس، السؤال بقى واتس يور فيفرت ستوري، ده سؤال ليكم ايه القصه المفضله عندكم. طبعا كل واحد عنده قصه بيحبها، يعني يا ريت نكتب في الكومنتس القصص اللي انتم بتحبوها. واتس يور فيفرت ستوري نكتبها، تبادل معلومات ما بيننا يعني. طبعا هو هنا بقى هيحكي لنا عن قصه بنت، قصه جميله قوي، بنت اسمها هايدي. البنت ديت طبعا باباها ومامتها اتوفوا، جدها طبعا كان عايش لوحده في بيت كده على جبل، فطبعا خالتها كانت عايشة مع خالتها، وبعدين خالتها جابتها لجدها عشان هي كانت رايحة تشتغل في مكان بعيد شوية، فجابتها لجدها اللي هو ما كانش عايز يعني يقبلها في الأول، وبعد كده قعدت معاه. هي قصة جميلة ياريت تتفرجوا عليها. طيب تعال نشوف القصة دي مع بعض كده اللي اسمها هايدي. الكاتبة بتاعتها اسمها ايه؟ جوانا سبيري. جوانا سبيري. هنا بيقول هايدي القصة is the story of an orphan، هي قصة بنت يتيمة. Orphan girl she goes to live with her grandfather
راحت عاش مع جدها in سويسرلاند. طبعا سويسرلاند دي اللي هي سويسرا. اوكي سويسرلاند. Her grandfather is an old man. جدها رجل عجوز طبعا ابنه كان اتوفى. He lives in a small house in the mountains. عايش في بيت صغير فوق الجبال. And he has lots of goats. وجدها كان عنده أغنام كده يعني كانوا بيأكلوا الأغنام ديت وبيأكلوا ويشربوا منها وكده. Heidi sleeps in a bed. هايدي كانت بتنام في سرير طبعا جدها اللي عمل لها البيت ده. In the attic زي صندرة صغيرة كده في أعلى البيت هنا كده كانت هي بتنام فيه. Of the house she drinks goat's milk. طبعا كانت بتشرب اللبن بتاع الماعز. And eats bread and cheese وبتاكل طبعا جبنة من الايه من الماعز دي. طبعا في القصة لما تقروها هتلاقوها بتقول ان الملك ده عمرها ما شافت طعم زي اللبن ده في حياتها. معنى كان لذيذ قوي يعني. وهي طبعا حبت الحياة في المكان ده برغم ان هي بعيدة عن المدينة وبعيدة عن اي حاجة. هي في الريف يعني في مكان نائي اصلا ولكن كانت حابة الحياة جدا في المكان ده. Every day she walks in the mountains. كل يوم كانت بتمشي مع الأغنام ديت with the goats مع الماعز. Her grandfather جدها وكان في ولد اسمه بيتر. الولد ده برضو كان عايش برضو في الجبال وعنده أغنام فهي كانت بتمشي معهم وتشوف المكان الرائع الخلاب ده. لو شفنا القصة الحقيقية على اليوتيوب هتحبوها أوي. She sees birds and flowers. طبعا كانت بتشوف البيردز طيور flowers. She's very happy وكانت بتبقى سعيدة جدا. But one day Heidi's aunt arrives. في يوم من الأيام هايدي aunt خالتها جت لها and takes her to the city. أخدتها يعني مكان في المدينة عشان تعيش مع بنت. البنت دي كانت غنية قوي ولكن البنت دي كانت عاجزة ما كانتش تعرف تتحرك يعني كانت قاعدة على كرسي. فكانوا عايزين بنت من الناس اللي من الريف يعني كده بتبقى في نفس سنها عشان تسلي البنت ديت. فطبعا خالتها قالت ان هايدي يتيمة وعايشة مع جدها لوحدها ومفيش اي حاجة في الحياة هناك. بس هي ما كانتش تعرف ان البنت سعيدة بالحياة دي اصلا فوق الجبال ولذلك هي ما كانتش عايزة تروح مع خالتها. ولكن هي فعلا سافرت للمدينة وما كانتش حابة الحياة هناك خالص خالص نهائي. لحد بعد كده ما تتصاحب او مع البنت الغنية ديت يعني القصة بقى ترجعوا لها تحبوها قوي. هايدي doesn't like the city. هايدي ما كانتش حابة المدينة. هايدي doesn't like the city and she's very sad to be away from her grandfather. وكانت حزين او ان هي بعيدة عن جدها وبيتر الولد بيتر اللي وراي الأغنام and the goats والماعز. كانت حابة الحياة في المكان ده الحياة الطبيعية. هايدي has lots of adventures in the city. وكان ليها بقى مغامرات في المدينة هناك. طيب يعني كده انتهينا من بيج نمبر 29. المرة الجاية إن شاء الله نحل بقى على بيج نمبر نحل بيج نمبر 30 and 31 عشان ناخد الجرامر ونخلص الدرس التالت والرابع. اوكي اشوفكم الدرس القادم. الى اللقاء.